أنا تعبت. هانت. ألو؟ أيوة يا وائل. لا يا حبيبي مش هقدر أشوفك النهاردة، مشغولة. إيه؟ يا حبيبي بقولك مشغولة، يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا نعم جمالات، مش عايزة نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصل لابشتغل جيمس. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ميدو. استاذ ميدو تنادي علي انا استاذ ميدو؟ انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش عشان خاطري يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك. سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول. اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى انت كويسه؟ ايه ده؟ ايه يا ساتر يا رب، بلغتي البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت وقعتوا قلبي. جمالات احترمي نفسك وانت بتموت. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب برمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايب لك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره. ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك. ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. زي ما ولا حركه. البت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش ده، ما تسيبوش. ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السوق عميقه. حلقه الدم اللي احنا فيها دي بس يا رب. ايه ده التعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ ما يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا. وبعدين الشيطان شاطر. احنا عيله قله الادب يا عم. هات ريموت كنترول. هات ريموت كنترول يا اخي، ده انت قاتم. خلاص يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي. مش هتطلع. اوبا ايه ده؟ لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده. وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. وبعدين كرة ميتة خلاص، ميتة. سيب وده في حتة ميتة. يا حاضر ده في حتة ميتة. طب سنتر بقى سنتر. بعدين بقى في حرقة الدم دي. اهو الحضري دي اكي اموار حلوة. جول. فين الباك بقى؟ انا ميدو. اديني امارة. امارة ازاي يعني؟ وريني بطاقتي. ايه انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. النضاره الاستنيه الثانيه. هي خلاص 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 لقيتها. طيب روح انت اعمل لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 لا
مستحيل، الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعه الباب تلاقيها متنشنه شويه، انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعه زمان كانت يعني عتاقي شويه، والباب ضرفتين زي ما انت شايف، والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه، انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف. معلش طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 اهدى، مفيش حاجه، ده الشاي. اهدى بس اهدى، عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا يا ناهد. لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب، روحي اوضتك اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا ست حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق، خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش اول مره ترفض. يا سلام. ابجد؟ رد 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 رد. حاضر. رد بسرعه، رد رد. الو يا عزوز. انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس. خلاص اوكي اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق؟ اطلع بره بره بره. انت موافق صوتك بره. انت فظيع. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكرك خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك اهي يا بابا. بتضربني من دماغي. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوريك. خد خد. اقطع مين؟